نكمل مع بعض بقى الجزء الخاص بالخامات. انا عملت ديليت للخامات عشان نعملها من الاول بشكل اكتر تنظيم. يعني تعالوا الاول نعمل الخامة الخاصة بالفلور او الخامة الخاصة بالارضية. تعالوا نعمل بلين. على فكرة بلين او فلور مش هتفرق. بعد ما نعمل البلين على طول نتكسي عشان نحوله لإديتابل اوبجكت. بعد كده اطلع للتوب واروح لسكيل واتأكد ان انا على الموديل تول واعمل سكيل 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 اب 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 نزود لغاية ما يبقى المنظر ده. يعني بحاول ان انا اعدي الكاميرا بمسافة كبيرة حبتين. ماشي حاجة بالشكل ده كده. بعد كده هوت عايزين نعمل خلفية زي اللي احنا شفناها. شفناها هنا زي ما احنا شايفين الخلفية انفينيت. يعني في حد فاصل صغير اهو بس هي تعتبر يعني شبكة في بعضها. طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجة احنا عملنا البلين الارضية. تعالوا نحط بقى باك جراوند اوبجكت وتعالوا نعمل ماتيريال وليكن هنسمي دي الفلور ماتيريال عشان نحطها للبلين. دبل كليك وتعالوا في الكالر. طبعا الكالر انا هسيبه لكم لكن انا يعني هحاول ان انا اعمل ماتشنج للباك جراوند دي. هروح لتكتشر واقول له جراديانت واقول له سيركولر او ممكن فور كورنر بحيث ان انا اخد اكتر من جهة واكتر من اتجاه. في هنا في الكورنرز دي في لون لبني تمام. فيعني هحاول ان انا اخد نفس الدرجة تمام حاجة زي كده. وفي النص في ابيض ومش ابيض قوي وهنا في برضو يعني حاجة كده. مش هي كده الى حد ما قريبة ولو اني اعتقد ان ده رمادي شوية. خلاص بالشكل ده كده. وتعالوا ناخد الفلور نحطها على البلين تمام ونعمل ريندر. ماشي لسه شوية. تعالوا بعد كده ناخد الباك جراوند ونحط نفس الماتيريال على الباك جراوند ونروح على الماتيريال اللي على البلين ونخليها فرونتال علشان هنعمل كومبوز للباك جراوند مع البلين بحيث يبقوا كلهم ماتيريال واحده بالشكل اللي احنا هنشوفه كمان شويه. رايت كليك على البلين سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج واقول له كومبوزيتنج باك جراوند واعمل رايت كليك هلاقيها بالشكل ده. طبعا الفروقات دي اصلا مش هتبان في الريندر الحقيقي. لو عملنا كده هنلاقي ان الريندر الحقيقي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس لو انت عايز تخلص منها في الفيو بورت روح للباك جراوند اضغط على الماتيريال تاج وقول له تايل وسيمليس واعمل كده هتلاقيها ظبطت ومفيش مشكله. البلين برضو نفس القصه تمام كده ظبطت مفيش اي مشاكل. في بس اللون ده اعتقد ان هو ابيض شويه يعني الى حد ما. طبعا تقدر انت تقارب بقى الخلفيه زي ما انت عايز بالجراديانت تجرب النودز وتشوف هتبقى ظروفها ايه. طب دي بالنسبه للبلين والباك جراوند وعملنا الكومبوزيت بين الاثنين. هنعمل دبليكيت لخامه الفلور وهسميها دي هسيبها فلور وهسمي الاولانيه دي بي جي واروح للفلور ودبل كليك واروح للريفليكشن واعمل فيها ريفليكشن بالشكل ده كده واخد
الفلور دي واحطها جوه خامه البلين، يعني عشان تنزل تعمل ريبليس لخامه البلين تبقى بالشكل ده كده. والله مش عارف لو جربنا نحط الفرنيل هل هيدي فرق ولا مش هيدي فرق. اقلل الفرنيل شويه بحيث ادي فول اوف، واقلل الريفليكشن شويه. لا اعتقد الفرنيل هيبوظ الدنيا فبلاش منه خالص، ونخليها ريفليكشن عادي بالشكل ده كده بالمنظر ده. واحتياطي في الكلر، لا هي مظبوطه في الكلر. تعالوا ناخد الكلر كوبي ونحطه في الريفليكشن بيست، لان ما اناش عايز الموضوع يكون ابيض قوي بالظبط كده، عايز يبقى واخد نفس التدريجات الخلفيه. تعالوا بس نظبط نعمل لاين اب على الاوبجكت نفسه، لان انا حاسس ان هما مش في الارضيه، يعني حاجه كده، لاني كنت حاسس ان هما مش على الارض بشكل مظبوط. ماشي تمام. طب تعالوا بعد كده، كده احنا عملنا الخامه، تعالوا بقى بعد كده نعمل الداينامكس. طب تعالوا الاول نشوف، ادي 1 خلاص، انا متهيألي 1 هي وفيرست واخده نفس الروتيشن، ومتهيألي هما جايين ناحيه الكاميرا شويه. فتعالوا ناخد ال1 والفيرست، ناخد الاثنين ونعمل لهم روتيشن بالشكل ده كده كده مثلا، ونقدم البوزيشن بتاعهم شويه في اتجاه الكاميرا مثلا. وهاخد الاس تي الاثنين مع بعض، وهروح اعمل سكيل للفيرست. تمام. على فكره كان في طريقه اسهل، ان احنا كنا ممكن ناخد ريفرنس من دي، نسيف دي كايمج ونحطها في الباك جراوند ونشتغل عليها بالكاميرا دي، يعني ده لو انت حابب انك انت تعمل الموضوع ده بشكل اكتر دقه يعني. بس طبعا يعني انا عايز اشرح التكنيك اكتر من اني عايز اطلع حاجه بالكربون من بعضها. اعتقد انها مناسبه لو رحت ل التوب وطلعتها على الزد بس شويه وزقتها عشان تبقى قدام فيرست. تمام. طبعا انا هقلب برسبكتيف علشان ابقى شايف الدنيا ظروفها ايه او ماشيه ازاي، يعني اعتقد انها كده مناسبه. ارجع للكاميرا مره تانية. حرف الاو اعتقد ان هو معمول له روتيشن و هيقرب شويه من ال1 ماشي بالشكل ده كده، واعتقد ان الروتيشن في الاتجاه ده بالزاويه حاجه كده بالزاويه دي. نيجي بعد كده لحرف الان. حرف الان هو مواجه للكاميرا شويه، والبوزيشن بتاعه متحرك للاو، واعتقد انه راجع ورا الاو، يعني هو كده راجع ورا الاو بالشكل ده كده حاجه بالشكل ده. بعد كده تي في سايبه الدنيا كلها اصلا وطالعه لوحدها قدام، ومتهيألي كده والله اعلم ان السكيل بتاعها اكبر. متهيألي ان الاثنين السكيل بتاعهم اكبر. تمام بالشكل ده كده، يعني حاجه بالمنظر ده. فيها روتيشن؟ فيها روتيشن، فيها روتيشن لاتجاهنا احنا بالشكل ده كده. اعتقد انها راجعه لورا، لا لقدام، يعني بالمنظر ده، يعني ممكن نقول الان عايزه روتيشن والاو عايزه روتيشن. الان فيه روتيشن
والاو برضو روتيشن كده، والاو هتبقى في روتيشن كده. لو احنا كده عملنا ريندر هنلاقيها بالمنظر ده. طب جميل، نبدا نعمل بقى الخامه بتاعه ايه الفيرست والاون تي في اللي هي الخامه السمراء. دبل كليك ونروح للكالر وناخد الكالر، يعني مش هيبقى بلاك قوي، ما يوصلش للبلاك قوي، وريفليكشن، وفي ريفليكشن هنحط فيرنيل ونسحب الماتيريال على الفيرست وكنترول واسحبه على كله بالمنظر ده كده. وتعالوا نعمل رايت كليك هنلاقيها بالشكل ده. خامة الفلور انا متهيألي مفيش ابيض فيها خالص، انا متهيألي انها مفيش فيها ابيض خالص. تمام حاجة كده. وطالما عدلت هنا خد ده كوبي وحطه في الباك جراوند علشان ما تعملش اي فرق، لان كان فيه لو احنا خدنا بالنا كان فيه خط ظهر، دلوقتي الخط ده اختفى، دلوقتي الخط ده اختفى. طيب احنا هنعمل زوم 100% عشان نتأكد ان الدنيا بتاعتنا مظبوطة. في حاجة ان الخامة دي مش ريفليكشن قوي عشان الدنيا ما تبص مننا، واللون اللبني هنا اعتقد انه زايد حبتين، اللون في اللبني هنا اعتقد انه زايد شوية فعلا، يعني لحد ما اوفر شوية، انا عايز اخليه يعني هي زي ما تقولوا كده بالبلدي في لسعة لبني. شوفوا الخط ده، الخط ده يعني هو الفاصل بتاع التغيير في اللون بس. رايت كليك وبيست علشان ترجع الدنيا زي ما كانت مرة تانية. والله ممكن نروح هنا ونخلي دي اغمق سنة، نخلي دي اغمق سنة، وفي الفيرنيل نقلله شوية كده يعني علشان اوصل لحاجة زي كده. هو الواحد ده انا متهيألي السكيل بتاعه كبير شوية، متهيألي ان الواحد السكيل بتاعه اعتقد انه يكبر بعض الشيء ويتحرك الناحية دي كده، متهيألي يعني. تمام طيب الريفليكشن اعتقد يزيد شوية والفيرنيل يقل شوية. ماشي تعالوا بقى نعمل حاجة زي السوفت بوكس، او عشان يدي ريفليكشنز بشكل كويس. تعالوا نعمل دبل كليك ونعمل بلين، وتعالوا ناخد بلين من هنا ونرفع البلين بالشكل ده كده، ونخليه مثلا ممكن 200 في 300، حاجة بالمنظر ده، حاجة بالشكل ده كده. وتعالوا نروح لموجراف وناخد كلونر ونحط البلين جوه الكلونر ونخليه جريد اري ونوسع المسافة شوية كده على الاكس وعلى لا الواي هخليها زيرو، وهوسع المسافة على الزد حاجة بالمنظر ده كده، يمكن اوسع المسافة على الاكس كمان شوية خلاص. وهعكس القصة بتاع البلين، هخلي ده ال 200 واخلي دي 300 بحيث يبقى بالمنظر ده كده. واحد يقول لي ايه الحكمة، هقول لك حالا اهو. لو انت خدت الخامة دي ورحت لللومينانس وخليتها ابيض وزودت لومينانس شوية خليتها مثلا 300 كده، يبقى انت بتخلي العنصر ده مشع. لو انا خدت لومينانس حطيتها هنا كده
تمام، ورحت لل الكلونر اوبجكت ورفعته بالمنظر ده، ودبل كليك على الترافيك لايتس علشان اخفيه من الريندر ومن الفيو بورد، وجيت اعمل كده هلاقي فيه ريفليكشنز زياده ظهرت، هلاقي فيه ريفليكشنز زياده ظهرت. اصلا عملت كده شفت الريفليكشنز دي، دي ما كانتش موجوده، دي ما كانتش موجوده. فانا عايز اعمل رايت كليك على الـ 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 اسمه الـ الكلونر وكومبوزيتنج، واقول له سين باي كاميرا. لا كده ايه اللي هيحصل لو انا عملت كده؟ اصبح عندي اكسترا ريفليكشنز، اصبح عندي ريفليكشنز زياده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وفي نفس الوقت بشكل جميل وبشكل واقعي. ممكن لو احنا عايزين كمان يعني الموضوع يبقى زيادة عن كده، ممكن نجيب بلينز ونحطها هنا، ممكن نجي للكلونر، وممكن ان انا اعمل رندر انستانسز عشان يرندر. على فكرة رندر انستانسز فايدتها ان هو بيرندر بلين واحد بس خلاص، والباقي ده بيعتبره هولو، يعني ما بيعملوش رندر اصلا يعني. فدي من الحاجات الجميلة في الموجراف. اروح هنا مرة تانية واقلل المسافة، لان المسافة اعتقد انها يعني واسعة حبتين خلاص، ودي اخليها برضو 500. لا 500 لا، اخليها هو الفرق بينهم كام؟ 200، يبقى اخليها 700 بالشكل كده، واعمل رندر. طبعا اقدر ان انا اغير بقى زي ما انا عايز، ممكن حتى ان انا اعمله راديال، راديال خلاص راديال، واوسع الراديوس بالشكل ده. ممكن اعمل روتيت، ممكن اعمل روتيت للكلونر خلاص بزاوية 90 بالمنظر ده كده. تمام هلاقيها بالشكل ده، واروح للكلونر نفسه ومن ترانسفورم اعمل روتيت. فرق ترانسفورم عندي ان ترانسفورم بتعمل روتيت للاوبجكت اللي جوه الكلونر، بعكس الروتيت العادي خلاص. ممكن بقى ان انا اوسع اوسع الراديوس بتاعي وازود عدد الكوبز بالمنظر ده كده. تمام، وفي الستارت انجل والاند انجل، وفي الاوفست، وفي الاوفست فاريشن، ده لو انا عايز اعمل فاريشن في الانعكاس بحيث ما يكونش منتظم، وده فعلا انا عايز اعمله بصراحه. تمام، في ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل ايه تاني؟ مش عايز ازود اكتر من كده، وتعالوا نشوف ده هيدي ريفليكشن شكله عامل ازاي. طبعا ادى ريفليكشن تاني خالص، ادى قصة تانية خالص. فانت الحرية ليك في حتة الريفليكتيفيتي دي. طبعا كده الدنيا كانت باظت، فهروح هنا واخلي ده بزيرو عشان ارجع الدنيا زي ما كانت تاني، وفي الكووردس هرجع دي بزيرو عشان ترجع الدنيا زي ما كانت مرة تاني. مش عايز استفيد قوي في الموضوع، لكن انا اديتكو التكنيك، انت ممكن بقى تكمل بعد كده بنفس الطريقة. تعالوا نرفع بس القصة دي لفوق حبة ونطلعها لقدام شوية، ونعمل لها روتيت بحيث انها تدي ريفليكشن على الاوجه بتاعة الجسم بتاعنا او الفيرست اون تي في وورد نفسها خلاص. حاجة بالشكل ده. تعالوا بس ننشط في الاوبشنز، ننشط في الانتي الياسنج، نخليها بيست علشان تديني تنعيم اكتر للحواف. تمام اعتقد بالشكل ده بقت احسن. طيب نيجي بعد كده، على فكره في يعني المفروض ان انت بعد كده هتكمل في الافتر افكت كلر كوركشن بحيث تظبط اللون عشان يطلع زي الموفي بالظبط، لكن دي انا هسيبها لكم تعملوها لانها قريبه قوي من التكنيك اللي انا عملته في 7 داي نيوز، فمش هشرحها مره تانية، هكتفي بس بشرح الجزء بتاع السينما 4 دي والافتر افكت. اعتقد انكم لو انتم اشتغلتوا بنفس التكنيك ممكن تلاقوا نفسكم هتزودوا شويه اللي فات في التمرين اللي فات، هتلاقوا انها طلعت بالظبط زي الفصل. نيجي بعد كده ليه، انا تقريبا كده خلصت القصه الخاصه بالماتيريال، نيجي بعد كده لشغل الداينامكس.
تعالوا بقى نروح لأولا تي والفي الاتنين دول والفيرست والاس تي، دول كلهم هيتحطوا في فراكتشر اوبجكت واحد، دول كلهم هيتحطوا في فراكتشر اوبجكت واحد. ليه؟ لان احنا قلنا ان دول الاستاتيك، فهنسمي ده static text، يعني مش هيجي يمتهم، مش هنيجي يمتهم. بعد كده ال O وال N خلاص كل واحد فيهم هيتحط في فراكتشر لوحده، او بمعنى تاني ال O مش هي، فاحنا هناخد ال N لوحدها وناخد ال O لوحدها. نشوف ده في الجزء الثالث من المحاضرة.